ايضا من ضمن الاشياء الناس اللي تقول عليها انه ما عندي وقت، يعني زي مثلا الرياضه ما عندي وقت، ولا تقول له القراءه، يعني يكون لازم يكون لك نصيب من القراءه، يقول ما عندي وقت، لازم يكون لك لنفسك عليك حق، لازم تسافر تروح تستمتع بوقتك، ما عندي وقت. هذا اللي ما عنده وقت، انا مره واحد سالني يعني قال لي كذا ما عندي وقت، قلت له قعدت اعدد له مشاهير وقلت له طب هذا الناجح ترى هو وقته 24 ساعة زيك، رئيس الدولة الفلانية وقته 24 ساعة مثلك وإلى آخره، ترى كل الناس وقتهم 24 ساعة، إيش معنى هو استطاع أن يقدم وأن يحقق وأن ينجح وأن إلى آخره وأنت ما استطعت ويوازن أيوة. فمعنى ذلك أنه هي فقط القضية قضية ترتيب، يا سلام، ترتيب أولويات زي ما تفضلتوا، وبرضو إدارة الوقت. نحتاج أنه بعيدا عن الجانب المثالي، حنا كنا ذاك الشخص اللي تقريبا إلا من رحم الله يعاني من موضوع الوقت، يمكن حتى يقابل الناس يقول أنا أمنيتي أن الوقت يكون اليوم الواحد 48 ساعة بدل ما هو 24 ساعة، ويمكن ألحق أخلص أشغالي ويمكن ما ألحق أخلص أشغالي. هو السؤال المنطقي في حالة أنك فعلا ذاك الشخص المشغول أو ذاك الشخص اللي فعلا إدارة الوقت عندك فيها مشكلة، هل في نهاية يومك في حالة أني وجهت لك سؤال وسويت اليوم هتقدر تعدد لي وسويت ولا تقول ما سويت شيء؟ والله ما كان عندي وقت. في بداية اليوم أنا طرحت عليك سؤال وش عندك اليوم، قلت لي مشغول، كل ما كلمتك قلت لي مشغول. طيب في نهاية يومك لو أقول لك ماذا فيك ممتن لك كثير فضلا وليس أمرا، سجل لي وش المهام اللي أنجزتها اليوم وش سويت اليوم؟ ايه. ما سويت شيء. طيب معناها تحتاج أنك فعلا تعيد الحسابات. من اللي يقرر؟ أنا في وجهة نظري اللي يقرر هو الشخص نفسه. ليه؟ لأنه هو الكفيل بأنه يطرح المشكلة، هو الكفيل بأنه يشرح المشكلة، هو الكفيل بأنه يوجد خطوات لحل المشكلة، هو الكفيل بإيجاد القرار المناسب للوقت والأولويات. فنرجع نقول أنه فعلا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم في صوب. مشكلة سائدة إيه، بس تحتاج أنه فعلا وقفة مع الذات بشكل صادق.